هيا لنأخذ قسطا من الراحة. أسعفني أرجوك، أسعفني أرجوك. من أنت أيها الفارس؟ وما الذي فعل بك هذا؟ زيك العسكري ليس عربيا، هل أنت في مهمة هنا؟ أنا لست عربيا، ولكن أفهم من كلامك بأنني في أرض غير أرض أكسوم. تكون في أرض اليمن أينما اتجهت في هذه البلاد، ولكن لغتك التي تتكلم بها عربية خالصة. كف عن الكلام الآن ولأسعفك أولا. على أي حال لن تموت أيها العربي، فالسهم لم يدرك الأماكن الخطيرة من جسدك. ماذا تفعل أيها الأكسومي؟ أنقذك. أكسومي ينقذ يمانيا من سهم أصاب. قد يكون ذلك بسبب وجودي في هذه البلاد. أليس من الجائز أن تنقذني فيما لو تعرض لي أحد؟ إلى أين أيها الكهل العجوز؟ أما تظن أنك دخلت المكان الخطأ؟ لست أنا يا ولدي،
أنت من دخل المكان الخطأ. ألا تخجل من نفسك أيها الحارس؟ إنه كبيرنا. وهل نادتك الحمية أيها الحارس؟ كنت أريد المستشار يثرب، لم أره منذ زمن. رغبت في أن أسأله عن أنباء سنحان وبني أسلمة، أما زالتا تقتتلان؟ تعال يا عماه، سأأخذك للمستشار الجليل. إنه النائب. هل تريد شيئا يا عماه؟ قد نمت طويلا يا سيدي. أنت هنا أيها الكهل العجوز. وأين يجب أن يكون عجوز مثلي؟ كل كبار القصر قد ماتوا، لم يبق فيه من العجائز إلا اثنان، أحدهما نائم على الدوام، والآخر لو نام لأراح وارتاح. أوه، نمت ثانية. حمدا على سلامتك أيها الفارس. لم تخبرني بعد أيها الفارس، من أنت وماذا تفعل هنا؟ بل ما سر لغتك هذه؟ أتريد الإجابات دفعة واحدة أم على دفعات؟ وأية إجابة تريدها أولا؟ تعلم أيها الفارس. ماذا؟ لك سحنة لطالما رأيت مثلها في صغري. إذن اقرأ فيها. أما سمعت عن أناس يقرؤون الطالع في الأكف؟ اقرأها أنت في سحنتي. علي الذهاب الآن أيها الفارس، فمهمتي التي خرجت من أجلها لا تحتمل التأجيل. هي مهمة في هذه الديار إذن؟ ليس كما تظن، بل هو مهر خرجت أبحث عنه. يا للعشق الذي لا يرحم. أستودعك أيها العربي، رافقتك السلامة. خذ جوادي فهو سريع، وأنا سأخذ جوادك، فأنت بحاجة إلى أن تصل بسرعة. شكرا لك أيها الفارس. وداعا. له سحنة تشبه سحنة ذي يزن. قم وتناول اللبن يا سيدي. أخبرني يا سيدي، أي النصفين أفضل، مشرق الدنيا أم مغربها؟ كلاهما على حد سواء، لأنه ما أشرقت شمس إلا وغربت، وما غربت شمس إلا وأشرقت من جديد. الآن أدركت ما معنى أن يجعلك ذي يزن مستشاره الخاص، بل تستحق بعض التمر على هذه الإجابة. نمت ثانية. أيها الأصم، من أنت وماذا تفعل هنا؟ أدعى وحش الفلا وقد تهت في دروبي. هل تفضلت علي وقلت لي في أي البلاد نحن الآن؟ أتدعي البلاهة أيها الأحمق؟ أبشر يا وحش الفلا،
فقد جاءك الموت من حيث لا تدري. افتحي الباب يا شامة، افتحي يا حبيبتي. شامة افتحي يا ابنتي، شامة افتحي يا حبيبتي. لست أدري لما أقف حيالك مكتوف اليدين، لكن أعدك بأني لن أوفرك إن حاولت ذلك مرة أخرى. إذا خذ. دعني أمضي بسلام أيها الفارس قبل أن أقتلك، لقد بدأ صبري ينفد. هيا أيها الجبان. لم ينعتني أحد بالجبان من قبل. توقف أيها الفارس المقدام. شامة خير؟ ابنتنا شامة أغلقت على نفسها الباب ولم تخرج من غرفتها منذ أن ذهب سيف. أخشى أن مكروها قد أصابها. هدئي هدئي من روعك. شامة يا شامة افتحي يا ابنتي. شامة أرجوك يا شام، أرجوك أن تعودي إلى القصر. أمي شبيبة تحبك كثيرا، ولا أحد يمكنه أن يتكهن بما سيحدث لو أنها اكتشفت أمر غيابك. حسنا أيها الفارس المغوار، ولكن عدني بأن تنتبه لنفسك، وأخص هذه الشامة التي تزين وجهك الجميل. لا تقلقي يا شامة، دعوة نوح التي يتقولون بها لابد من نفاذها، وإلا لما نطق بها رجل عظيم كنوح. وعرفت ذلك أيضا؟ منذ يوم ولادتك وحين زارنا اللعين سقرديس. كلها كانت مجرد ظنون حتى أصبت اليقين في معسكر القائد عطمطم. هناك عرفت كل شيء إلا من أنا، وهل يعقل أن يأتي رجل مثلي من لا شيء؟ ودمرت كل هذه الأحزان في نفسك؟ كل هذا لا يساوي شيئا أمام إحساس المرء بأنه قادم من فراغ ولا يدري إلى أين يمضي. هيا يا شامة، سيهبط الليل بعد قليل، ولا بد لي أن أكمل طريقي. الوداع يا يافث. الوداع يا شامة. لك سيدتي أن تطرد بعض هذا الحزن وتتناولي قليلا من هذا الحساء. أرجوك يا سيدتي، عليك أن ترحمي من يحبونك، الرب وحده يعلم إلى أي حال ستؤول حال سيدتي شبيبة، بل حال جميع من يحبونك. لست أدري يا زنون إن كنت قد أخطأت في عدم الإذعان لطلبها أم لا. أقسم إن جل ما بي من ألم مرده الألم الذي يعتصر فؤادها. ولكن يافث، يافث مدى دون صوته يا زنون.
بعد الفارس بن حليزة وحده يا سيدي. لا تقل إنك فقدت أثر كانون، قل إنك بحثت عنه ولكن ليس في كل الأماكن. ما الأمر؟ ما كان لأبيك أن يخبئ عني أمرا كهذا؟ تكلم أرجوك. أين ولدي يا ابن حليزة؟ هل رأيت ولدي يا ابن حليزة؟ أين ولدي؟ أريد ولدي. سيدتي شبيبة، الملك الجليل يطلب الدخول إليك، فماذا أقول له؟ قولي إنه لن يحل حلالا بيننا ما دام يافث شريد الفلات. وسيدتي شامة، ألا تمضين إليها لتري ما بها؟ أو لعلك تعيدين إليها بعض السلوان؟ سأمضي يا سرادق، ولكن ليس الآن. سأمضي حينما أشعر بأني أمدها ببعض الحنان، رغم أني أشعر بأن نبع العواطف عندي قد نضب. سيدي المستشار، سيدي المستشار، سأعد له بعض الحساء. اجلس يا ولدي، اجلس. Thank you.
خذوا الأسرى إلى السجن. هيا. هيا. هل أصبتم بضاعة وفيرة أيها القائد؟ قافلة من الحرير الهندي الخالص يا سيدي. ومجموع الأسرى؟ 5 من التجار و15 من الغلمان يا سيدي. أحسنت، خذ مكانك أيها القائد. ما بك أيها القائد؟ سمعت أمرا غريبا يا سيدي. من فعل الإنس أم الجن؟ بين هؤلاء وهؤلاء يا سيدي فارس من الإنس تحميه هالة أعتقد أنها ابنة الملك الأبيض من الجن. إنسي وجنية، أقسم أن هذا من نوادر الأمور.
ألم تتعقب أخبار الإنسي أيها القائد؟ كنت سأفعل يا سيدي لولا أن أخبار فرسان من العرب اليمنيين أثارت حفيظة جني الأزرق عندما راحوا يقتتلون فيما بينهم. هذه أحوالهم منذ عرفتهم. على كل أمر كهذا لا يجوز أبداً السكوت عنه. كان عليك أن تتعقب الإنسية كي تجلب لي جلي الأخبار. إن الاتفاق الإنسي مع الجن عواقب قد تكون وبالاً على بني البشر. سيساعدك. ويلي على ما جرى لك أيها الفارس المغوار. كان علي ألا أدعك أن تأتي إلى هنا وحدك. والآن ماذا أنت فاعل أيها المغوار؟ هل ستكمل الذي جئت من أجله أم سترجع؟ سأكمل يا شامة. الفضول غلبني لرؤية صاحب قلعة الثريا هذه. وأنا لن أعود لدياري وحيدة أيها الفارس. حسنا. استجوبوا الأسرى جميعا. إن كانوا من الأحباش اقتلوهم فورا، وإن كانوا من اليمانيين ترسلوا لأهلهم الرسل، فإن افتدوهم أعدناهم إليهم، وإن لم يفتدوهم اقتلوهم كما تقتل الأحباش. اللعنة. هيا امضوا مع القائد ونفذ الأمر. بل إنسي جاء ليكتم أنفاسك ويهدم أساسك. أتدري بماذا تهدي أيها الأحمق؟ أدري، جئت أقطع رأسك أيها الحاقد. ماذا فعل بك الأكسوميون حتى تقتلهما؟ أغضبك كلامي عن الأحباش إذن، وستدفع ثمنه غاليا. إذن كن مستعدا أيها المتهور. لا أريد لأحد أن يتدخل أيها العقبان. ستكون هذه المعركة بيني وبين هذا الأكسومي اللعين نداً لند. هيا تراجعوا. يبدو أن لا فائدة. إذن لنعد في الصباح، علّه يكون قد استيقظ. لولا الحساء الذي كنت أعده له لمات من الجوع. منذ متى وهو على هذه الحال؟ منذ أن خرجتم لتأديب الأقيال. هل تعتقد بأن كانون
قد مات. لست أدري عمه، لست أدري، لقد بحثنا عنه في كل مكان ولم نجده. يبدو أن اعتراض مستشارنا على طريقة تأديب الأغيال قد أتت على الكثيرين. كنت أدرك هذا، ولكني لم أكن لأصدق نفسي. الرحمة أيتها السماء، لقد مات ذي يزن، لقد مات ذي يزن. من أنت لتكن كل هذا العداء لبني أكسوم؟ قاطع طريق ليس إلا. أدرك هذا، فماذا بعد؟ أتظن بأنك ستخرج من هنا حيا إن أقدمت على قتلي أيها الأحمق. وسأقدم رأسك مهرا لعروسي هذه، شامة ابنتي الملك أفراح. الملك أفراح؟ وما الذي يجعل الملك يطلب مثل هذا الطلب؟ الحكيم سقرديس يا سعدون. اللعنة! وهل تعرفه؟ لو قلت هذا من قبل لما جعلتك تتجشم كل هذا العناء. كنت ذهبت معك بنفسي إليه لأنقض عليه وأخلص العالم من شروره. يبدو أنك تعرفه جيدا لتكن له كل هذا الغل. وأكن له أكثر من الغل. هل أتيت معنا يا ابن حليزة؟ لا تخف أيها العجوز الخرف، سنعيده إليك سالما معافى. أوليس هذا ما تهتم به؟ تفضل يا ابن حليزة، فسيدي حردون ينتظر في مخدعه. خذ. تقدم يا ابن حليزة. تكفيني هذه المسافة لأسمع همسك أيها المستشار. لا عليك، أنا سأتقدم منك. أخشى أن يعاملك حكام القصر كما يعاملون الكهل الخرف، وبهذا تكون آخر الفرسان بدل أن تكون في مقدمتهم. إلا إن ظن أحدكم أن مقدمة جيش قمرية خليط من الخريفين والمجانين. اسمع يا ابن حليزة، مكان القائد كانون ما زال شاغرا، وبرأيي أنه يليق بابن فارس عتيق بذل نفسه في الدفاع عن هذه البلاد. لنأخذ وقتا للتفكير يا ابن حليزة. ومن جهتي لا مانع من التفكير يومين أو ثلاثة. أخبرني أيها الملك الجليل، فيما كان صراخكم هذا الصباح؟ هل أصاب شامة مكروه؟ وهل يجلب من مثلك في ذيله إلا المكروه؟ يبدو أن للنساء تأثيرا كبيرا على الملوك هنا. لقد نما إلى علمي أن الملكة قد أغلقت دونك الباب، أما شامة فقد اعتصمت في مخدعي. بقي أن أقول لك أيها الملك الجليل بأنك ستقصى عن ملكك قريبا إذا مضيت في الاستماع إلى نحيب النساء.
كفاك تهديدا أيها الوغد. أقسم أنني سأقدم على قتلك إن بقيت مستمرا في وعيدك هذا، أتفهم؟ أعتقد أننا سنصل إلى أطراف مدينة أفراح عند الصباح. هل ما زلت مستعدا للإيفاء بوعدك يا سعدون؟ بكل تأكيد أيها المغوار. هيا تقدمني لتثبت قدرتك على حماية المدينة، كي يتسنى لك أن تتزوج من شامة ابنة الملك أفراح، وبعدها اتركني لألقن ذلك اللعين درسا لا ينساه أبدا. هيا أيها المغوار. ما بك؟ هل تشك في قدراتي حتى تضحك من كلامي؟ لا يا سعدون، لقد أعجبني ما نطقت به. هيا. أين شامة؟ أيعقل أن تكون قد... لا عليك يا سعدون، أعتقد أنها قد وجدت طريقها إلى القصر. هكذا ودون أن تخبرنا؟ ليتني أدركت شيئا لأخبرك به. هيا.